تعالوا نختم بالسبعية اللي احنا بنتكلم عنها، السبعية التي هي مجربة في شرح الصدور. سألني الله سبحانه وتعالى أن يجعلها باب من أبواب شرح صدورنا، التي نوصي الإنسان كثير الشكوى إن هو يردد هذه السبعية. وتعالوا نرفع أيدين قلوبنا لمولانا ونقول له: يا كريم، فضلك عظيم فلا تحرمني جودك، يا لطيف همي كثيف فأزل عن قلبي وهمي، يا مجيب قلبي كئيب فسارع في سعدي، يا سميع كيف أضيع وأنت سندي، يا فتاح جد بالسماح وافتح لي باب وصلك، يا واسع من ضيقي دامع فأدخلني في وسعك، يا رحمن إن دار الزمان فثبتني على حبك. نقولهم تاني، نقول: يا كريم فضلك عظيم فلا تحرمني جودك، يا لطيف همي كثيف فأزل عن قلبي وهمي، يا مجيب قلبي كئيب فسارع في سعدي، يا سميع كيف أضيع وأنت سندي، يا فتاح جد بالسماح وافتح لي باب وصلك، يا واسع من ضيقي دامع فأدخلني في وسعك، يا رحمن إن دار الزمان فثبتني على حبك.